بدأت اليوم فعاليات معرض صنع في سوريا للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج ربيع وصيف 2019 الذي يقيمه اتحاد المصدرين السوري وغرف الصناعة والتجارة بالتعاون مع رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج، وذلك في مدينة المعارض بدمشق. ويشارك بالمعرض الذي يستمر حتى 17 من الشهر الحالي 300 شركة متخصصة بالألبسة الرجالية والولادية والنسائية واللانجري ومستلزمات الإنتاج على مساحة تصل إلى 12 ألف متر وبحضور نحو 800 رجل أعمال مستورد من 18 دولة عربية وصديقة. أهمية المعرض هو إظهار تعافي القطاع النسيجي بعدد الشركات المشاركة وكم من متممات الإنتاج، مكان ومتممات إنتاج وأقمشة، وهذا دليل أنه المعامل تطورت، وإن شاء الله رح نشوف نحن كمان الشهر القادم عندنا معرض للرجالي اللي هو ما موجود اليوم كمان رح يكون كتير كبير، هذا دليل تعافي كتير كبير. هلا في فوق 300 شركة مشاركة، طبعا عدد كبير منها تقريبا حوالي النص من مدينة حلب رغم كل هالظروف الصعبة، فلذلك هذا أكبر تحدي أنه نحن قادرين ننتج لبسنا لحالنا. الألبسة السورية معروفة بكل بلدان مجاورة، معروفة عند أخوتنا بالعراق بالأردن بلبنان، خاصة الألبسة الأطفال بليبيا بكل الدول تقريبا، يعني ممكن أقول لك أنه هذا أكبر معرض بالمنطقة. فلحنا وهلأ لحنا بطور التعافي إن شاء الله تعالى، يعني خطوط إنتاج بترجع تشتغل إن شاء الله، نرجع نصدر وإن شاء الله نكون دعم اقتصادنا الوطني.